لما حدا يموت بنزعل كتير، وبس نتذكره بنزعل أكتر. إلا القديسين، بس نروح نزور الأماكن يلي كانوا عايشين فيها أو ماتوا فيها، أو بس نزور ضريحهم بنفرح إنهم ماتوا، ومننظر للموت نظرة فرح ونظرة انتصار ونظرة أمل، وكأنه عم نقول نيالهم ماتوا، لأنه منعرف إنه بموتهم صاروا أقوى وأحلى وضوع الدنيا، ولأنه منزورهم ومنطلب منهم، ومش كأنه ميتين أبدا، بل العكس. وكل النعم والعجائب يلي عم يعطونا إياها مش ممكن يعملها حدا ميت وما في حياة. هيك فكرت اليوم أنا وعم زور محبسة مرشربل، وما قدرت أحسد ما قدرت أحسد حالي وحال اللبنانيين على مرشربل الحاضر بالمحبسة ولا كأنه ميت. وشكرته على اهتمامه وعنايته بلبنان وبأهله، وكان في عنده ناس كتير. صرت ابتسم لحالي وابتسم لكل الموجودين، وأنا ونازلة من المحبسة صرت ابتسم أكتر، وأنا عم شوف جحافل طالعين لعنده. ليش؟ لأنه قلت لكم أشهر وأقوى زلمة بلبنان وعنده شعبية كبيرة كتير، مرشربل. مع تحياتي من ومضة، مشلين حبيب.